بغيت نشارك معكم حتى التجربه ديالي في كيفاش كنجمع الفلوس. مرحبا. دابا انايا كيفاش كتجمع الفلوس؟ انا لاج ديالي دابا غنكمل 56 عام جونفي ان شاء الله. ان شاء الله. انا ولدي عندي ولد واحد. انا ولدي فاش كانت عنده واقيله كانت عنده 3 سنين دابا عنده 18 عام. فاش كانت عنده 10 سنين درت لي ايباغ. ايه مزيان. فاش بقيت كندير ان كونت سور كارني كان ماشي كونت سور كارني ديال لي ايباغ. مزيان. عندي واحد لا صوم تقريبا كانت 300 ولا 300 ولا 900. مزيان. دابا ملي نجح في الباك ما وفقوش الله باش يدخل شي ايكول ديانا بيبليك. دونك انا ما بغيتش نصيفطو لافاك صراحه ما بغيتش ندير لافاك. انا لافاك كنشوفهم الدراري كيعكسو وما كيبغوش يمشيو داكشي جيتي اوبليجي انني ندخل الايكول بريفي. دونك فاش مشيت لقيت ايكول بريفي غاليه. ومع ذلك كانت مبسوطه انني ندخلو ليها واخا انا ماشي خدامه بشي صالير. سمع ان داك الادخار اللي درتي شحال من عام وانت كتدخل تقريبا 20 عام. الادخار اللي درتي راه واخا كيبان صغير راه في المده فين غادي المده فين كبر. ولكن انا عمري ما مشيت لغاشا ولا قلت لا خصني ناخذ الفلوس باش ندير شي حاجه. التزمتي نسيتيهم. شحال كنتي كتخبي؟ قالت ما بين كنوصل ل 500 درهم ما بين في الشهر. يعني المويه ديال 5000 درهم في العام. دابا ملي وصل ملي دخلت ليكول لقيت بانني عندي عامين غنخلص لي هذيك لي طون اللي كندير غنخلص لي بعد عامين تهنيت منها. مهنيه منها الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. وتبارك الله عليك لاله سميه والله يبارك لك في وليدك يا ربي ويخليه لك. هذاك ديال لا غوتخيت. تبارك الله. وما كتفكرش دير لنا حنا انا وسلوزنا شي ايباغ؟ مرحبا والله مرحبا. شوف الايباغ ديالي الله يخليك. هذا السيد راه كيقلب على دارت. ربي يخليك لاله سميه. ربي يخليك. ربي يخليك. شكرا لك بزاف على الوفاء ديالك وعلى المشاركه ديالك معنا. الله يبارك فيك. الله يوفقكم. اللهم امين. اللهم امين. تحياتي لك. كنتوا بحال سميه كتداخلوا عندكم افكار زوينه كتداخلوا بها حاولوا تقاسموها معنا على رقمنا 0522 77 24 24. ولا الميزانيه عندكم فيها شي خلل ديال الفلوس ما كيكفيكم الصاليف تاعكم حتى لاخر الشهر مرحبا عيطوا لنا دابا راه حنا راه الاشاره تاعكم غنبقاو مع فاصل.